نص الشوكولاتة بالمارشميلو، ربع كوباية مية اهي هنحطها هنا، وعايزين مارشميلو برضو هنحطه مع المية هنا، وعايزين زبدة هنحطها برضو مع المية والمارشميلو، وعايزين شوكولاتة هنحطها هنا، وهنحط كل ده على النار، بس هنحط الشوكولاتة دي هنا دلوقتي، هطلعها من اللي هي دايبة شوية علشان تبقى أسهل في الحط. طيب نحط ده بقى كله على النار وكله هيدوب مع بعضه، خلي النار وسط مش عالية قوي. وعندنا كوب كريمة مخفوقة، يعني أخدنا كوباية كريمة ومخفوقة هي اللي بعد كده هنضيفها على الخليط بتاع الموس الشوكولاتة والمارشميلو اللي عندنا. المارشميلو والمية والزبدة والشوكولاتة اللي حطيناهم على النار ساحوا وابتدت تبقى فترة، يعني ابتدت تبرد، أخدها أحطها على الكريمة المخفوقة، كوباية كريمة مخفوقة. اوكي هناخدها بس كده نقلبهم مع بعض شوية، انا عايزة الهواء اللي في الكريمة ده ما يروحش كله، فيعني بس شوية هنضيفها بقى كلها دلوقتي. لازم يكون برد لما نيجي نعمل كده يعني، او بقى يدوب يعني في اخر مرحلة من انه يكون دافي يعني. هنقلبه بس هنخليهم يجمدوا بقى وهم مختلطين والكريمة الهشة معاهم، وهيبقى عندنا طعم جميل جدا. خلاص دلوقتي هناخدها بقى نحطهم في الكوبايات.